أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل الحديث حول مساق الثقافة الإسلامية، ومع المحاضرة الثانية وصلنا في اللقاء الماضي إلى مصادر الثقافة الإسلامية. للثقافة الإسلامية 6 مصادر، وهي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والسيرة النبوية والفقه الإسلامي والتاريخ الإسلامي واللغة العربية. المصدر الأول من مصادر الثقافة الإسلامية القرآن الكريم. تعريفه في الاصطلاح، تعريف القرآن الكريم في الاصطلاح، هو كلام الله تبارك وتعالى المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المعجز بأقصر آياته، والموجود بين دفتي المصحف. كلمة التواتر تعريفها في الاصطلاح هو ما رواه جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب، يعني يتصفون بالصدق والأمانة لا بالكذب والخيانة. والقرآن الكريم له أسماء كثيرة، منها المصحف والتنزيل والذكر والكتاب والفرقان، يعني هذه بعض أسماء للقرآن الكريم. وأيضا القرآن الكريم له أوصاف كثيرة، منها الحديث والموعظة والنور والصراط والوحي والشفاء والرحمة. نأتي إلى نقطة مهمة، ألا وهي مراحل نزول القرآن الكريم، يعني كيف نزل القرآن الكريم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. له 3 مراحل كما ذكر العلماء. المرحلة الأولى من الله تبارك وتعالى إلى اللوح المحفوظ، 114 سورة مرة واحدة، لقوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، دفعة واحد. المرحلة الثانية من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، أيضا مرة واحدة، 114 سورة. والدليل على ذلك قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. المرحلة الثالثة من بيت العزة في السماء الدنيا إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، وهذه المرحلة استمرت 23 عاما. نزول القرآن الكريم استمر 23 عاما. ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة، يعني فترة النبوة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما قبل الهجرة، والقسم الثاني ما بعد الهجرة. يعني منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة يوجد 13 عاما. ما بعد الهجرة، من الهجرة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 10 أعوام تقريبا وزيادة. إذن مجموع السنوات التي نزل فيها القرآن الكريم ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة تكون كام؟ 23 عاما.
أول آية نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في غار حراء في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. آخر آية نزلت من القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم هي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، في سورة البقرة. نأتي إلى نقطة مهمة أيضا، وهي: ما الحكمة من نزول القرآن الكريم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم منجما ومفرقا؟ قلنا النزول الأول مرة واحدة 114 سورة، النزول الثاني 114 سورة، طيب النزول الثالث من بيت العزة في السماء الدنيا إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل جملة واحدة، لم ينزل مرة واحدة، وإنما نزل منجما مفرقا في 23 سنة. 23 سنة. طب إيش الحكمة؟ لماذا لم ينزل القرآن الكريم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة كالنزول الأول والثاني؟ ذكر العلماء حكما كثيرة لنزول القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا ومنجما، أذكر بعضها. أولا، لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، للتحدي والإعجاز. ثالثا، لتيسير حفظ القرآن. من سيحفظ 114 سورة مرة واحدة؟ تيسير حفظ القرآن الكريم. مصايرة الأحداث حسب الواقع الذي كان يعيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحداث التي تقع. كان يتنزل القرآن الكريم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك مواضع كثيرة لها أسباب لا مجال لذكرها هنا. أيضا من ضمن الحكم الدلالة القاطعة والتدرج في التشريع، التدرج في التشريع، مثل تحريم الخمر، لم يحرم الخمر مرة واحدة وإنما حرم على مراحل بالتدريج كما وضح الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. يعني هذه بعض الحكم لنزول القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم منجما. تلقى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن عن طريق إلقاء المعنى في روع النبي صلى الله عليه وسلم. إيش معنى روع النبي؟ بضم الراء، يعني إفهام النبي صلى الله عليه وسلم المعنى. واثنين، عن تكليم النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب. وثلاثة، عن طريق الوحي جبريل عليه السلام. عدد المرات التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الملائكية، يعني على حقيقته، كان ذلك في مرتين. المرة الأولى عند نزوله أول مرة في غار حراء، والمرة الثانية في ليلة المعراج، لأن الله تعالى قال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكان لجبريل 600 جناح، سورته الملائكية 600 جناح يملأ الأفق، يعني أينما تنظر في السماء فإنك لا ترى إلا جبريل عليه السلام. عدد المرات التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على غير حقيقته مرات عديدة، ولكن على هيئتين. الهيئة الأولى صوت مثل صلصلة الجرس، والمرة الثانية كان ينزل جبريل على شكل رجل اسمه دحية الكلب، وهو يعني من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني جميل المنظر
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن ينزل جبريل عليه السلام بصورة هذا الصحابي الجليل دحية الكلبي. وهناك أمثلة كثيرة على ذلك. أسباب نزول القرآن الكريم، يعني هي علوم القرآن الكريم، فيجب على من يفسر القرآن أن يعرف أسباب ومكان وفيما نزلت الآيات القرآنية. طب إيش فوائد، ما هي فوائد دراسة علم أسباب النزول، يعني علم أسباب نزول القرآن الكريم؟ هناك فوائد كثيرة، منها القدرة على تفسير القرآن الكريم، معرفة الحكم الشرعي الوارد في الآية، معرفة علاقة الآية بالآية الأخرى، تمييز الآية المدنية من الآية المكية، معرفة الناسخ والمنسوخ، تيسير تلاوة القرآن وحفظه، تثبيت القرآن في ذهن الإنسان. ما معنى النسخ؟ هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر مخالفا له متراخ عنه. ويوجد فيه يعني نسخ، هذا موضوع طويل يحتاج إلى محاضرات كثيرة، نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة. الحكم تعلم أحكام التجويد، تعلم أحكام التجويد عبارة عن إيش؟ فرض كفاية. أحكام التجويد فرض كفاية، يعني أعرف أنا القواعد العامة للتجويد، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، إن لم يقم به البعض أثم الجميع. هذا ما نسميه فرض كفاية، مثل الصلاة على الجنازة. أما تطبيق ذلك عمليا حينما أقرأ القرآن، هذا ما نسميه فرض عين، فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لأن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: ورتل القرآن ترتيلا. ورتل فعل أمر، والأمر للوجوب. ما هي مراتب التلاوة؟ عندي ثلاث مراتب للتلاوة، وهي التحقيق والحذر والتدوير. التحقيق يعني أني أقرأ أنا بتؤدة، بتؤدة مع الالتزام بأحكام التلاوة، وإعطاء كل ذي كل حرف حقه ومستحقه. إلا الحذر، وهي التلاوة بسرعة مع مراعاة أحكام التلاوة. التدوير هي حالة وسطية ما بين التحقيق والحذر، أيضا مع مراعاة أحكام التلاوة. ما هي أداب التلاوة؟ أداب التلاوة يعني حينما أتلو القرآن الكريم، هناك أداب كثيرة، منها الطهارة، نظافة، إخلاص النية لله، استقبال القبلة، استعاذة، البسملة، الخشوع، تدبر ما أتلو، الجهر بالتلاوة حيث لا يوجد ما يمنع ذلك، تحسين الصوت، الإنصات والاستماع لأكثر من التلاوة، السجود عند الآية التي يوجد بها سجدة. والصحابة كانوا يتعلمون ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. جمع القرآن الكريم نقطة مهمة يجب علينا أن نعيها. هل جمع القرآن الكريم في مصحف واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يجمع في مصحف واحد في حياة النبي. كيف بدنا نجمع القرآن الكريم في مصحف واحد وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة؟ إذن توقع أن ينزل قرآن على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. لكن كان للنبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة الذين يكتبون القرآن، يكتبون الوحي، وكانت وسائل الكتابة، كانت الوسائل القديمة مثل إيش؟ يعني على الجلود وعلى العظام، وسائل متعبة للغاية، على عصب النخيل. هكذا كان الصحابة يكتبون القرآن الكريم. عدد النسخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك نسختان في عهد النبي، نسخة شفوية محفوظة في الصدور، في صدور الصحابة، ونسخة مكتوبة موجودة على الرقاع والحجارة وعصب النخيل. رأي العلماء في ترتيب القرآن، ترتيب القرآن الموجود اليوم عندنا، هل هذا هو بأمر الله ولا باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوجد ثلاثة آراء. الرأي الأول يقول توقيفي، يعني من عند الله، لا اجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. والرأي الثاني يقول توقيفي ما عدا سورة الأنفال والبراءة، يعني التوبة.
والرأي الثالث يقول توفيق يعني اجتهاد الصحابة. والراجح من هذه الآراء هو الرأي الأول أنه توقيف من عند الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لعهد النبي عليه الصلاة والسلام. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم موجود ومكتوب على الوسائل القديمة مثل إيش؟ الحجارة وعصب النخيل والعظام والجلود وهكذا. الآن جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق. ما السبب في جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق؟ هو حينما كما نعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من الناس من المسلمين ارتدوا، والسبب في ذلك هو أنهم رفضوا دفع الزكاة. قالوا كنا ندفعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله مات، إذن لا ندفعه لرجل مثلنا لأبي بكر الصديق. فقاتلهم أبو بكر الصديق، وفي حروب الردة موضوع طويل يعني استشهد 70 من حفظة القرآن الكريم. فبعد ذلك جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأشار على أبي بكر بأن يجمع القرآن في مصحف واحد، خاصة بعد استشهاد 70 من الصحابة الكرام من حفظة القرآن الكريم. رفض أبو بكر في البداية رضي الله عنه وأرضاه، وقال هذا شيء لم يفعله رسول الله، وإنما أنا متبع ولست بمبتدع، يعني أنا سأسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله لم يجمع إذن أنا لن أجمع. وهذا الكلام يعني لا يصح، أن رسول الله نبي ورسول من عند الله، ولكن اجتهد أبو بكر وأبو بكر يخطئ في الاجتهاد. فحاول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مرارا، فهدى الله تعالى أبا بكر للجمع، فجمع القرآن في مصحف واحد في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. والذي جمع المصحف والقرآن في مصحف واحد في عهد أبي بكر هو الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. طب لماذا تم اختيار زيد لهذه المهمة رضي الله عنه؟ لعدة أسباب. لأنه كان كاتبا للوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان معروفا بأمانته وصدقه وتقواه، لأنه كان معروفا بذكائه وإتقانه، لأنه كان شابا جليدا قويا قادرا على تحمل هذه المشاق. هذا بالنسبة للجمع في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ووضع هذا المصحف بعدما جمعه زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وضع عند حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمات أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم جاء عمر بن الخطاب وسلم الخلافة في عهد عمر بن الخطاب. اتسعت البلاد الإسلامية والفتوحات الإسلامية، ودخل كثير من الناس في الإسلام من مناطق مختلفة، واستشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذلك جاء الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، واستمرت الفتوحات الإسلامية في عهده، والتقت الجيوش من العراق ومن غير العراق، وأخذ الصحابة يقرؤون القرآن بقراءات مختلفة. منهم من يقرأ بقراءة أبي موسى الأشعري، ومنهم من يقرأ بقراءة مين؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فالذي كان يقرأ بقراءة أبي موسى الأشعري يخطئ الذي يقرأ بقراءة ابن مسعود، والذي يقرأ بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه يخطئ الذي يقرأ بقراءة أبي موسى الأشعري. فكادت أن تنشأ وأن تنشب بين الصحابة الكرام فتنة كبيرة بسبب اختلاف القراءات. فعلم عثمان بن عفان رضي الله عنه بذلك،
فوضح لهم بعد ذلك أن من يقرأ بقراءة أبي موسى الأشعري صحيح، ومن يقرأ بقراءة عبد الله بن مسعود أيضا قراءة صحيحة، وإن وجد هناك خلاف في القراءات كان يجمعهم على قراءة قريش، موجود في الكتاب على قراءة حفص، الكلام هذا خطأ، اشطب كلمة حفص ووضع كلمة قريش، لأن حفص لم يكن مولودا في ذلك الوقت. وقضى عثمان رضي الله عنه وارضاه على الفتنة التي كادت أن تنتشر بسبب الاختلاف في القراءات. نأتي إلى أسماء الصور للقرآن الكريم. يوجد في أسماء الصور، هناك صورة لها اسم أو أكثر من الأسماء، لكن الذي أريد أن أركز عليه أن هناك أقسام للقرآن الكريم. القسم الأول هو الطوال، مثل البقرة وآل عمران والمائدة والنساء، أو النساء والمائدة والمئون، كل سورة تزيد عن 100 آية أو تنقص عنها قليلة. المثاني هي السورة التي تقل عن 100 آية وتزيد عن المفصل. المفصل أو قصار الصور، وسمي ذلك لكثرة الفصل بين الصور. وقسم مفصل أو قصار الصور يبدأ من قاف أو الحجرات إلى آخر القرآن الكريم، تقريبا 4 أجزاء تقريبا. هذا بالنسبة للمصدر الأول من مصادر الثقافة الإسلامية باختصار. نأتي للمصدر الثاني، ألا وهو السنة النبوية المطهرة. والسنة النبوية تعريفها في الاصطلاح هو كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو إشارة. احفظ هذا التعريف. هل السنة معجزة مثل القرآن الكريم؟ القرآن الكريم نعلم أنه معجز في لفظه ومعناه، أما السنة النبوية فهي معجزة في معناها دون لفظها، لأن المعنى من عند الله واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت السنة النبوية من القرآن. السنة النبوية أصلها القرآن. اثنين، السنة النبوية هي موضحة ومفسرة ومفصلة للقرآن الكريم. السنة النبوية تشرع أحكاما لم يذكرها القرآن الكريم، وذكر لك الكاتب هنا مثل إيش؟ مثل زكاة الفطر. هذا بالنسبة للمصدر الثاني. المصدر الثالث من مصادر الثقافة الإسلامية السيرة النبوية، وهي تاريخ حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته حتى وفاته، والتي وصلتنا بأصح الطرق العلمية وأقواها ثبوتا. وتمتاز سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين، تمتاز بالوضوح وتمتاز بالشمول، فهي واضحة وشاملة كالشمس في ضحاها والقمر إذا تلاها. المصدر الرابع من مصادر الثقافة الإسلامية الفقه الإسلامي. فقه الإسلامي، تعريف الفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية مستنبطة من مصادرها التشريعية. الغاية من تعلم الفقه بيان الأحكام الشرعية للمسلمين. ما هي مصادر الفقه الإسلامي؟ مصادر الفقه الإسلامي بعد القرآن الكريم والسنة النبوية، يعني هي كثيرة منها. أولا القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب والعرف وشرع من قبلنا، كل هذه تعتبر مصادر للفقه الإسلامي. خامسا من يعني مصادر الثقافة الإسلامية التاريخ الإسلامي، وهو سجل حياة المسلمين في العصور المتقاربة ابتداء من عصر النبي صلى الله عليه وسلم وما تبعه من عصور، مرورا بعصر الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يومنا هذا، حتى
تقوم الساعة. هذا كله بنسميه التاريخ الإسلامي. والسيرة النبوية العاطرة تعتبر جزءا من التاريخ الإسلامي، ونحن علينا أن نقرأ التاريخ الإسلامي حتى نأخذ العبرة والعظة من هذا التاريخ الذي خرج لنا قادة عظام، قادة في الجيوش، قادة في السياسة، قادة في الأمن. فعلينا أن نأخذ العبرة والعظة من هذا التاريخ الإسلامي الطويل العظيم. آخر مصدر من مصادر الثقافة الإسلامية ألا وهو اللغة العربية، اللغة العربية، وهي لغة القرآن الكريم. الله عز وجل قال لنا في القرآن الكريم في سورة يوسف: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون. وهنا في نقطة مهمة يجب علينا أن نعيها وأن نعرفها: القرآن الكريم هو الذي أكسب اللغة العربية الفضل العظيم، وليس اللغة العربية التي أكسبت القرآن، لا، القرآن هو الذي أكسب اللغة العربية فضلا عظيما وأعطاها القوة والمتانة والصمود والثبات والثبات. ولذلك القرآن الكريم له فضل عظيم على القرآن، على اللغة العربية، له أثر كبير في حفظ اللغة العربية. هناك لغات كثيرة اندثرت لأنه لا يوجد لها أصل، لكن القرآن الكريم هو الذي منح القوة والثبات والصمود والقدرة على التحدي للغة العربية العظيمة. فلولا القرآن الكريم لأصاب اللغة العربية ما أصابها من اللغات الأخرى. فعلينا أن نهتم باللغة العربية وأن نعيها وأن نفهم قواعدها وأن نتكلم بها حينما أينما نذهب. والعدو والاستعمار لا يريد لنا أن نتكلم بالعربية الفصحى، وإنما الجميع اليوم أو المعظم من الناس، معظم الناس اليوم يتكلمون باللغة العامية، حتى نبتعد عن لغة القرآن الكريم ونجهل ماذا يريد الله تبارك وتعالى منا في قرآنه. أكتفي بهذا القدر.